Bonjour, je suis Mr. Q. Bonjour, je m'appelle Ahmad Alamari. والله صراحة أول ما أنا جيت إلى فرنسا طبعاً ما كنت أتوقع أن الكثير من الناس هم بيتكلمون معاي باللغة الإنجليزية أو حتى باللغة العربية، بس أنا استغربت وهم حاولوا طبعاً أن يتكلمون معاي، وفي نفس الوقت أنا حاولت أتكلم فرنسي أيضاً، وكل ما أنا جربت يعني قطيت كلمة مني منك شفت الابتسامة فيهم فشجعني علشان أحاول أتكلم أكثر وأكثر. بالنسبة للدوري الفرنسي حاليا ما اعتقد ان المستوى يعني منافس بكثر الدوري البريطاني او الدوري الانجليزي والدوري الالماني، بس انا اشجع باريس سان جيرمان واحتاجهم ان يفوزون في الشامبيونز ليج. يعني اوكي فزت في الدوري الفرنسي، بس عشان تثبت جدارتك وقوتك فعلا لازم تفوز بالشامبيونز ليج. الصراحه لازم اقول الاكل الاقطري افضل، لانه طبعاً مو بس لأن أنا قطري، بس الأكل اللي أنا أكله في بيتي وجدتي مثلاً تطبخه لي يعني طبعاً أكل قطري أو عربي، فعندي ذكريات يعني كثيرة يعني لما أنا أكل الأكل. ولكن طبعاً أنا أحب أيضاً يعني الأكل الفرنسي، أنا أحب الأكل من فرنسا بشكل عام، فمو بشرط أن يكون أكل فرنسي، لو كليت أكل ياباني أو إيطالي أو فرنسي أحلى أكل، لأن طبعاً ما شاء الله عليكم عندكم طباخين من أحسن الطباخين يعني في العالم. I'm diplomatic, huh? Yes. تقريبا مبالغة، ولكن عندكم موضة، وأحيي الشعب الفرنسي على أناقته ويعني وشكله، يعني لما تطلع في الشارع تشوف ما شاء الله، يعني لأن المعروف عندنا أن الطليان هم اللي عندهم الأزياء يعني ومهتمين فيها، لكن في اهتمام كثير بالأزياء في فرنسا، وحتى أنا يعني رحت شريت أشياء عشان أكون تقريبا مثل ما هم يعني متوقع، يعني مثل ما أنا لابس شيرت طبعا في بعض الناس هم يسألوني شلون العنصرية ضد العرب، أو حتى لأن في بعض الأشخاص هم ضد الإسلام، وإحنا نشوف مثلا على فيسبوك الناس يشاركون فيديوهات أن في وايد من الفرنسيين أو في فرنسيين ضدنا، ولكن خلال الأسبوع اللي أنا كنت موجود بالعكس يعني أنا يعني رحبوا فيني، والناس كانوا من أطيب الناس، وقدرت أشوف ناس من جميع أنحاء العالم يعني موجودين وساكنين يعني ساكنين في فرنسا، وقالوا أن هذه بلادهم أيضا. أتمنى يعني الأشخاص اللي هم عندهم مشكلة يعني مع المسلمين أو مع العرب أو مع أي شخص إنه يحطون العنصرية على جنب ويعطونا مجال، لأن نفس ما إحنا نحب فرنسا إن شاء الله هم يحبونا أيضا.